اعتنينا اعتنينا للمدينة اعتنينا نسأل الزهرة وعلي ونسأل الزهرة للمدينة اعتنينا تسأل علي آخر صفا وش سوى فينا كل هالنعيم على الرسول المفارقين أرخلنا فين ومد الجسد وغمض عيونا وغمض عيونا فراق فيه عمق النظر لمسة حنونا لمسة حنونا والوديعة فاطمة بليلة كدر بالفجيعة تلقيتي شلون الخبر على شدتها أشأ زيدوها على شدتها أشأ مات النبي أم الحسن في انتحابا جتها الشدايد كلها بوكي مع الكآبة وين علي حامل حما سيف النجابة سيف النجابة سيف النجابة وهو الأسد ما ينتهض من ينتهض الكل يهاب عن فاطمة وش أخرى شنه اللي صابة شنه اللي صابة شنه اللي صابة ما نصرها سيف ما لاقى غضب كل أمرها بيديا ناس كتب ومن صبرها وصبر راون العجب ومن صبرها وصبر راون العجب وغمضت عين أبوها وبصارت عين عادي شابحة عليها ترمي وتعتدي بالأيادي وغمضت عين أبوها وبصارت عين عادي شابحة عليها ترمي وتعتدي بالأيادي بأي قلب من تعاتب ويعتب من تنادي
سيف النبوة سيف النبوة فيها المحال طبع الغدار جريمة سوى جريمة سوى وهذا النزيه بيت الوصي سيف النبوة وفيها المحايا طبع الغدر جريمة سوى وتجمع لفاطمة نية القسوة شنو حصل انظر اثار دم بغزارة تم بغزارة تم بغزارة نسل النبي ما ينحفر لا ترعى دارة لا ترعى دارة شنو حصل انظر اثار دم بغزارة تم بغزارة تم بغزارة تم بغزارة نسل النبي ما ينحفر لا ترعى دارة بيت الوحي ملف الهدى كل الطهارة كل الطهارة وهدم ترى سعل وجرى من البتولة شوف الأثار باقي طريق توا حصوله توا حصوله هدم ترى سعل وجرى من البتولة شوف الأثار باقي طريق توا حصولة وبالباب خير كل الخبر حطمولا وش قصي وعلي بحبال انسحب اسمع اكثر علي بحبال انسحب ذاك البطية ضربت مثايا أبو الإمامة شفنا مشى وفي رقبته ديك العمامة واحد نهار
والدرة فوق أو الظلام كل من سكي يطلب رضا أو السلامة أو السلامة واليتيمة طلعت بكسرة طلع بالهضيمة تنخى ما حد يستمع نار ولكن قيدت الوصية عليك دار ولكن قيدت الوصية وقال يا زهرة صعبة هالنخاوي علي.